في يوم كان يبغاه مختلف، وصل عبد الرزاق لدارته للإشراف بنفسه على التحضيرات، تبخير البيت من العادات الأصيلة. الضيوف وأهل الجمعية خذوا مكانهم. برنامج خيرها بناسها أراد تكريم الأستاذ علي بوجود باقة من المحبين، وكان علي صالح أبو عدلة مدعو، لكن ما حد علمه عن طبيعة الدعوة. السلام عليكم. الله يخليك. خوفناك رحمن شوي. شكراً، نرحب بكم وبيا الأستاذ علي أبو عدلة المكرم لهذا اليوم والذي يحق كل التكريم. يعني تفاجأت، لكن أنتم تكرمون الله يسعدكم يا رب. والتكريم الصدق إني تعرفت عليكم وإني أكون في خدمتكم دائما إن شاء الله. الله يجعلني على حسن ظنكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يسلمك. مسؤولي الجمعية أعد لك بهذه المناسبة بعض الأشياء من قبلك. مشاعر صادق وكلمات من القلب يبثها مجموعة من أعضاء ومستفيدي جمعية نقطة تحول للأستاذ علي ابن صالح أبو عدلة الغامدي. أبارك وأهنئ الأستاذ علي الغامدي، أثابك الله وسير الخطاب. الحقيقة الأستاذ علي يستاهل التكريم. يبارك في جهودك لتبذل علي صالح جمعية نقطة تحول. فهو يستحق أكثر من التكريم على ما قدم وسيقدم من خدمات للجمعية. فكل الشكر والتقدير للأستاذ علي أبو عدلة على كل ما يقدم لمستفيدي نقطة التحول صغارا وكبارا، فله منا الشكر وله من الله الأجر. سيد علي أبو عدلة حق من يستحق التكريم، إنسان فاضل ومبعوث من نفسه، ومنذ أن رأس مجلس إدارة الجمعية لم يؤل جهدا في أي شيء يقترح عليه، ما عمره قال لا بل قال تم. طيبين. تم اليوم حضور المكفوفين لتكريم أستاذ علي، هم اللي شاركوا في التكريم، وهذا اعترافا منهم أو تقديرا منهم لأستاذ علي على ما قام به من جهود لخدمة المكفوفين. والله فخر وشعور لا يوصف. الأستاذ علي أبو عدلة يستاهل كل التكريم والشكر والتقدير على وقفاته الطيبة في الجمعية. أنا والله تفاجأت صدق، وأشكرهم ولا هي بغريبة عليهم، ناس قلوبهم طيبة ونظيفة، والله يسعدهم والله يجعلني إن شاء الله على حسن ظنهم. وتفاجأت بعد بالبرنامج نفسهم، فريق البرنامج، إنهم محضرين التكريم معاهم ومجهزين مفاجأة، مع أني يعني اتصلت بس ما أحد بين لي أي شيء. أشكرهم جدا على هذا التكريم الجميل، وإن شاء الله بأمر الله نكون في لقاءات أجمل، وإن شاء الله بأمر الله نكون على حسن ظن الجميع. وأكرر هذا الكلام.